ست خطفت جوزها وطلبت فدية $50,000 من أهله، لو عملت كده هتطلبي كام؟ لا مش هطلب حاجة طبعاً، جوزي عندي بالدنيا كلها. مش هطلب أي حاجة، أنا عاوز هو بالدنيا وما فيه، ولا عايزة فلوس من أهله ولا من أي حد. هو قيمته أكتر من كده بكثير طبعاً، يعني 50 دي ممكن أخليها 200 مثلاً. أنا جوزي ما تقلهوش بمال، ما تقلهوش بمال أبداً، وأنا ما اسمحش لحد إن هو هيخطفه، عشان أنا مش مخلياه عايز حاجة، رغم إن إحنا كبار وناس كبار وهو مكفيني وأنا مكفياه. لا ما عملهاش أصلا، يعني الموضوع مش مستاهل، يعني في حياة وفي في عشرة، مهما كان في حاجات وحشة أكيد في حاجات حلوة، فالموضوع مش مستاهل، يعني الدنيا مش مستاهلة كل اللي بيحصل ده. لا أنا ما عملهاش، لأن أنا جوزي راجل محترم وكويس معايا جدا، يعني 100,000 مثلا او اكتر من كده، يعني هو يستاهل الصراحه، الرجاله كلها تستاهل اصلا. لا هقتله، مش هخطفه، هقتله على طول. مش عارفه، بس اكيد مش كل حاجه قتل وخطف، يعني ممكن نتكلم كده، لكن لا اخاف والله، مش هعمل اي حاجه فيه، اسيبه وامشي، عمري ما اذي حد. لا هو لو معاه $5,000 هخطفه ليه؟ ما اخدهم منه، او مثلا اطلب طلاقه وهات لي هات لي المهر بتاعي او حاجه زي، مش مستاهل ان انا اخطفه واعمل الحوار. يعني لو ضايقني ده بقى ممكن اقلب وشي، ما اعملوش اكل كده، يعني اخبي ريموت التلفزيون سهلا، اقفل الراوتر، لكن مش هعمل له حاجه. لا ازود شويه عشان ما يجيش، يعني ما حدش يجي ياخده، ممكن 100 وي شويه كده، لو 50 دي قليله عليهم. لو انا جوزي معذبني ومضايقني هرميه ببلاش، وكفايه ان انا خلصت منه، لكن لو غالي عليا هطلب اكتر من $50,000 بكتير، عشان اهله ما يقدروش يدفعوا ويفضل قاعد في قرابيزي بقى. لا ما شاء الله، حلو رأي جميل قوي اللي يقعد في قرابيزها ده. شفت الخلاصه؟ لا حلو ده رأي، قالت لو انا مش عايزاه اصلا هخلص منه ببلاش. بس قالت لي انا محتفظه بيه، هحتفظ بيه ويقعد في قرابيزها. لا واللي طلبت 100 و150,000 دولار واللي قالوا لا استحاله نعمل كده، لا بتختلف الاراء. بس الرأي الاكيد جميل، يقعد في قرابيزها. كل اراء جميله. لنا الله يا ابو سينا، لنا الله، لنا الله. لكم، لنا احنا والله. ارقامنا ومشاهدينا موجوده قدامكم على الشاشه، كمان صفحاتنا على السوشيال ميديا، ممكن تكلمونا وتبعتوا لنا وتقولوا لنا انتوا ايه رأيكم في موضوع الست اللي خطبت جوزها ده. بالنسبه موضوع غريب وعجيب جدا جدا، طلبت فدية من أهله $50,000، وقولوا لنا لو عملتي كده هتطلبي كام وليه، وممكن تعمل كده ليه أصلا. طبعا أنا مش مع أن أنا أعمل كده خالص، يعني الواحد لما بيكون مش طايق حد أو مش مرتاح مع حد، ولا بيخطف ولا بيعمل، يعني بيقول له إيه حل عني واتكل على الله ومع السلامة، والقلب دعيلك والباقي بيفوي الجمل، ولا بقى نقعد نعمل لا الحاجات دي مش بتاعتنا. احنا بنهزر وبنحب برضو ان احنا نقول لكم طرائف وعجائب، ولكنها ايضا حاجات ايه كوميدية كده ودمها خفيف ومضحك. قول لنا انت بقى هتعمل